هي قطعة أثرية وفنية تروي فصلاً من حكايات الصمود في تاريخ الجزائر. سيف الأمير عبد القادر بن محيي الدين مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، قطعة متحفية تعود مجدداً إلى أرض الشهداء بعد أن كانت لعقود جزءاً من التراث الثقافي المنهوب من طرف الاستعمار. السيف أثري يبلغ طوله 107 سنتيمتر، مصنوع من مادة الفولاذ، ويحوي على غمد خشبي مصفح بالفضة، وهو مزخرف بأوراق الأشجار، وهو مؤرخ في الفترة الممتدة ما بين 1808 إلى سنة 1883. هذا السيف هو ملكية الأمير عبد القادر، حيث أهداه للسيد محمد ميلود باع الراش وهو وزير خارجيته آنذاك، وتم إيداعه بالمتحف التاريخي بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 1931 إلى سنة 1938. على غرار سيف الأمير، هذه البندقية العتيقة التي تعود للفترة العثمانية والتي كانت معروضة بزوريخ السويسرية، استرجعتها الجزائر مؤخرا إلى جانب قطع أثرية من مختلف دول العالم. بنادق ومسدسات عتيقة تعود إلى الفترة العثمانية، يعني ما بين 1718 حتى 1830. عندنا مثال عن ذلك المسدس، وهو مسدس ناري محمول، يحمل هذا المسدس اسم الصانع الذي من خلاله يمكن الاستدلال على الورشة أو المصنع المصانع التي كانت آنذاك، يعني في الفترة العثمانية. من هنا يبدأ العمل خلية تقصي واسترجاع الممتلكات الثقافية الوطنية بالخارج على مستوى وزارة الثقافة والفنون، التي تسهر على تقفي أثر القطع التراثية الجزائرية والعمل على استرجاعها بالتنسيق مع المصالح الدبلوماسية الجزائرية المعنية. تم إنشاء هذه الخلية تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وخاصة في مجال صون وحماية الذاكرة الوطنية وتأمين التراث الثقافي على المستوى الوطني، وحتى استرجاع التراث الثقافي المنهوب مهما كان ثمنه عبر كل أقاليم أو عبر كل بقاع العالم. لدينا قاعدة بيانات لكل المزادات أو مواقع المزادات العلنية المختصة في بيع التحف الفنية على مستوى العالم. بعد رصدنا لتحف فنية أو أثرية أو تاريخية تعود ملكيتها إلى الجزائر أو أصولها إلى الجزائر وذات أهمية أو تكتسي أهمية أثرية، مباشرة تبدأ مصالحنا في عملية الاسترجاع. تبليغات المواطنين وكذا الجالية الجزائرية بالخارج من بين أهم الخطوات التي تسهل من مأمورية خلية اليقظة. نأخذ محمل الجد كل ما يصلنا من إيميلات وعرائض تصلنا عبر الإيميل الخاص المنشور في موقع وزارة الثقافة، أو حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع التواصل الاجتماعي لوزارة الثقافة، أو حتى المؤسسات تحت الوصاية. صون وحماية الذاكرة الوطنية من خلال تعزيز وحماية التراث الثقافي الوطني واسترجاع الممتلكات الثقافية إحدى أهم أهداف ورهانات جزائر اليوم. جزائر تمضي إلى الغد، وكلها اعتزاز بماضيها العريق.